أبو عاصم، تفضل أبو عاصم. السلام عليكم. عفوا أبو عاصم، الآن تسمعني أخونا؟ تسمعني؟ حضرتك تسمعني؟ إيه الآن أسمعك، تفضل أخونا أبو عاصم. أولاً الشيخ اللي كان بيتكلم الحين. إيه شبيه الحين؟ لا أتكلم كلام جميل جداً، يعني بيتكلم إن السلفيين كفروا الرسول صلى الله عليه وسلم. انت سني؟ سني طبعا. طيب يعني انت بالذات مصر كازهر، انت تدري انه عندهم راي في والدي النبي صلى الله عليه واله. ابن تيميه يقول عنده راي في منهاج السنه، يقول المولود من ابوين كافرين يجري عليه حكم الاباء. المفروض انتم تنتفضوا يا اخي، المفروض انتم السنه تنتفضوا على ابن تيميه. يعني هو الشيخ لماذا يعني يطرح هذا الموضوع؟ يريد من السنه ينتفضوا على السلفيه على الوهابيه، انتم صوتكم لماذا لا يصل اخونا السني؟ تفضل. انا اتكلم ولا حضرتك تتكلم؟ انا صوتك يوصل بالدفاع عن النبي صلى الله عليه واله، تفضل. يعني انا اتكلم صح؟ اي صوتك اذا وصلت تفضل. طيب تمام. بص يا استاذ وعد، اولا كويس انتوا حضرتكم لما بتيجوا تتكلموا بتنزلوا الكلام غير منزله اصلا. يعني انتوا بتنزلوا المكان في غير منزله. يعني انت الاسبوع اللي فات واحد كلمك على اللحيه اللي لبسته في الحيطه عشان انت ما عندكش رد عليه. يا اخي الان احنا ايش داير؟ كمل يا اخي. ترك النبي وتشلب باللحيه. يا اخوان هو هذا يعني انت تركت النبي وتشلب باللحيه؟ ايش دخل اللحيه الان؟ انا هرد عليك في كل حاجه انت عاوزها استاذ وائل. تفضل تفضل. على فكرة أنا إيهاب، فاكرني؟ والله يا أخي وايد يدخلون أسماء، المهم إيهاب أبو عاصم مرحبا بك في أي اسم، تفضل. تمام. أولاً القول في والدي الرسول صلى الله عليه وسلم ده من الرسول صلى الله عليه وسلم لما واحد راح سأله عن أبيه، قال له أبي وأباك في النار. ليش في النار؟ وليس وده مش معناه أصلاً، ده مش معناه ان الولد لكافرين يصير كافر ولا الولد مش عارف. انتوا بتنزلوا الحاجه في غير مكانها. هذا ابن تيميه، ابن تيميه مش انا. ايش فيك انت؟ الحكم يا سعاده الباشا، افهم الحكم الاول، افهم الحكم الاول. يعني واحد مسلم يتولد لكافرين يبقى هو يكون كافر؟ اي ابن تيميه يا ايش في هذا؟ اقول ابن تيميه قال في كتابه منهاج السنه. افهم. طب اذا الان امام الجميع اريتك الكتاب. شوف انت بتقاطعني، شوف انت بتقاطعني ازاي؟ يموت تدري انتم أصلاً. انت تتهمني يا رجل تقول انتم ولا الشيخ؟ أيوة ليش الشيخ؟ الشيخ ما قال ولا انا قلت، هو يقرا من كتابك. ايش فيك؟ وانا اقول ابن تيميه قال. يا استاذ وعد انت بتقطع كلام بمزاج سعادتك وتحطه في المكان اللي انت عاوزه سعادتك عشان تقول ده ابن تيميه بيسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ده ابن تيميه بيقول على الرسول مرتد بمزاجك. لكن انت ما بتجيبش النص كامل. الان انا هدوء 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 الان. هل والدة النبي، والدة النبي صلى الله عليه واله وعليه السلام، هل والدة النبي مؤمنة ولا مشركة؟ يلا الان يبين. مشركة. عندك انت دليل على ايمانها واسلامها؟ عيدة والدة النبي ايش فيها؟ مشركة ماتت على الكفر. عندك انت دليل على ايمانها؟ طيب الله قال انما المشركون نجس. شنو يعني والدة النبي نجس؟ انت بتلبس. مش بقول لك بص نفس الفكره هي. ايه؟ نفس الفكره اللي ايه؟ هي ايه؟ في مشركه طب انما المشركون نجس، النجس هنا نجس اعتقاد. نجس جسم يا استاذ وعد. طب اذا الان اريتك من التفاسير انه نجس جسم. أيوة. ويوجب الغسل، شو تقول؟ بص يا استاذ وعد. لا 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 تقول لي سؤال. شوف انا اضربك. انا معه تقطع البرنامج. لكن لا. انا بسمعك استفزتني مش اكتر. انا الان اضربك، انا الان اضربك. طب ليش هربت الان من النقطه؟ لا حول ولا قوه. شوف اخواني قال نجاسه معنويه. لحظه الان نجاسه معنويه. بص اذا بص الان بص جئت بص لك من علمائك. لا حول ولا قوه. يا سعاده الباشا تفضل تكلم ويا الشيخ. خلص وجه سؤالك للشيخ. تفضل تفضل. لا انا بوجه سؤالي ليك وليه واللي عندك كلهم. تفضل. ماشي. اديني دليل واحد ان ام الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت على الاسلام او ماتت مؤمنه وانا سامعك. لان الله تبارك وتعالى يقول وتقلبوك في الساجدين، فلا بد ان اكون الساجد موحد. زين.
واحنا عندنا بلاج. اذا سمحت لي تفضل الشيخ، تفضل الشيخ. سوف اجيبه، سوف اجيبه. لان هو تقلب بالارحام، لا وين تقلب؟ تقلب على الفراش؟ ايش فيك انت؟ تفضل الشيخ. اولا اخي العزيز، اولا القران الكريم في المقام واضح، وهو ما كنا معذبين حتى نبعث. تسمعني؟ اسمع شويه، اسمعوا الناس. لحظة عشان اسمعك. يلا اسكت واسمع، الله يرضى عليك. تفضل شيخنا. القرآن الكريم في المقام واضح حاج، يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جيد. الآن هل كان هناك رسول؟ دعني أكمل يا رجل، دعني أكمل بدقيقة ثم لك التحقيق. جيد. هل كان في زماني هل كان في زماني والدي النبي صلى الله عليه وآله في المقام، هل كان هناك رسول قد عصي من قبل عبد الله وأمه آمنة؟ أجبني. أنت سامع كده كويس؟ جدا. أنت سامعني؟ والله جدا. سامعني أستاذ وعد ولا ما سامع؟ يا أخي سامعك، تفضل. زين. أولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك في قريش من هو على الدين الإبراهيمي اللي هو دين سيدنا إبراهيم، زي ورقة بن نوفل، ماشي، زي زيد بن عمرو بن نفي، وكانوا على التوحيد. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل على زيد بن عمرو بن نفي قال يبعث يوم القيامة أمة واحدة. يبقى كان عندهم بقايا دين ولا ما كان عندهم بقايا دين الإبراهيمي؟ كان عندهم بقايا الدين الإبراهيمي. بدليل إذن والدة النبي صلى الله عليه وسلم ووالد النبي مثل عمر زيد بن عمر بن نفيل، ليش عندما تصل للنبي عندكم حقد عند على والدي النبي؟ شوف انت كيف بتتكلم. تاني انت بتقول ايه؟ أنا أسمع أخواني، شيخنا بعد إذنك بس هذه الدقيقة. أيها المشاهدون الكرام، الآن الشيخ أحمد الجعفري شيعي رافضي، يكره أبو بكر، يكره عمر، يكره المعروف إيش، وعد اللام الشيعي يكره، إحنا اتركونا مش على الحق. الآن كلكم بالله عليكم أناشدكم الله، والله نريد لكم الخير، كلكم يكتب على الجوجل، يكتب الأزهر الشريف، وأنا راح أكتب، وهذا أمامكم سماحة الشيخ، يظهر الآن موقع دار الإفتاء في الأزهر أمامكم. لاحظوا إخواني، كلكم يكتب هذا الموقع الرسمي دار الإفتاء للأزهر. شوفوا سماحة الشيخ، ما هو معتقد أهل السنة في مصير أبوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ واضح السؤال. الجواب هم أجابوا هذا. أشوف الأزهر، هنا الأزهر، فتوى دار الحوزة، غلطت دار الحوزة، أنا اعتقدت أنني بالحوزة في النجف، طلعت أنا بالأزهر السني. سمعوا ماذا يقول السنة، يقول القول بنجاتي، نجات مش مشركين، نجات أبوي النبي صلى الله عليه وآله هو القول الحق الذي استقرت عليه كلمة المذاهب الإسلامية المتبوعة، وهو قول المحققين من علماء المسلمين سلفا وخلفا. شو نسوي لكم؟ ماذا نصنع لكم؟ هل هذا الشيخ أحمد الجعفري اللي يفتى؟ هل هذه فتوى من الشيخ أحمد الجعفري ولا من الأزهر؟ عندما نتكلم يكرهوننا لأننا نحب النبي. طب هل تكرهون الأزهر؟ تفضل شيخنا الحبيب. طب معلش مداخلة مولانا، السلام عليكم. الأخ الذي يزعم أن بس إذا اسمح لي بس يجاوب سماحة الشيخ. ما أكمل البحث الأول حتى ندخل في البحث الثاني. تفضل. أولا حاج في المقام، لاحظ عندما نأتي إلى البخاري، وما أدراك ما البخاري، وأيضا أخرجه مسلم. في البخاري في المرقم 4317، وفي صحيح مسلم في المرقم 1776. دعني أكمل عزيزي.
يعني اكمل يا عمي، انت قفلت عليه ولا ايه؟ ده بدا يشتم اخواني، شو الله اكبر، انا قرات له قول الازهر الان يشتمني اخوان، شفت اخوان اللي انت قافل علي، انت ما اديتني يا اخي، انا اقرا لك من الازهر، ليش تكرهون الازهر؟ لماذا تكرهون الازهر؟ خليه يكمل الشيخ. فقط دقيقتين، لا احتاج اكثر من دقيقتين، ثم للاخ العزيز انه ياتي بكلامي. احبتي لو جئنا الى البخاري في المرقم 4317 ولو جئنا الى صحيح مسلم بالمرقم 1776، انظر، يقول جاء الرجل إلى البراء فقال كنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمر إلى أن يأتي، دقق معي، يقول فأقبل القوم على رسول الله صلى الله عليه وآله وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته، فنزل ودعا واستنصر وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. الله أكبر، عجيب عجيب عجيب، أنا ابن عبد المطلب الكافر المشرك المخلد في النار، وقالها بفخر. العقول وقالها بفخر. انظروا الى العقول احبتي، النبي صلى الله عليه واله في البخاري، في البخاري يفتخر برجل كافر مشرك مخلد في النار ويقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. اي عقول لكم؟ انا لا ادري هذه العقول التي عندكم ما هي، مع الاحترام، كيف النبي صلى الله عليه واله يفتخر برجل مشرك كافر مخلد في النار؟ وهذا الحديث في البخاري ومسلم، هذا في البخاري ومسلم، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هل النبي صلى الله عليه وآله، أعوذ بالله أعوذ بالله، افتخاره افتخار جاهلي؟ هل كان من أهل الجاهلية؟ هل كان من أهل القبائل؟ هل كان من أهل العشائر؟ هل كان لا يعرف الدين؟ ها؟ هل الرسول صلى الله عليه وآله الذي القرآن علمه وأدبه والله سبحانه وتعالى علمه وأدبه وأنه لا يقول إلا الحق ولا ينطق إلا الصدق ولا يقول إلا ما ارتضى الله، إلا ما ارتضى الله، يفتخر برجل مشرك كافر أين؟ في نار جهنم؟ أنا لا أدري هذه العقول التي تفكرون بها أي عقول. الآن لماذا النبي صلى الله عليه وآله افتخر بجده الكافر المشرك المخلد في النار؟ لا، هي مو هنا القضية شيخنا، شيخنا الله تبارك وتعالى يقول إنما المشركون نجس، والنبي يعاند الله ويجحد الله ويقول له أنت قلت نجس وأنا أفتخر رغما عنك. وهذا دكتور في المقام حاج، عندما نأتي إلى هذا الحديث واقعا يفضح القوم، يفضح القوم. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنتم إذا جئتم إلى، إذا تريدون نفتح هذا البحث، أنا ما عندي مشكلة في الواقع، وهو قضية والدي النبي صلى الله عليه وآله وأن هذا ماذا به. انظر، عندما تأتي أحبتي إلى النووي في أحبتي الذي هو شارح لصحيح مسلم في قضية أبي وأباك في النار، انظر ماذا يقول، من النووي يقول فيه أنه من مات على الكفر فهو من أهل النار، وفيه أنه من مات في أهل الفترة، في أهل الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس فيه مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة، جيد، لاحظ إبراهيم وغيره، لكن إذا ثبت فيهم ذلك، سؤال، هل ثبت معاندة والد النبي صلى الله عليه وآله وأمه؟ هل ثبتت أنهم من الكفار؟ هل ثبتت أنهم من، إذا صح التعبير، من عباد الأوثان؟ هذا أنتم الآن مطالبين فيه، أنتم الآن مطالبين بأن تأتون بمصادر صحيحة في كون أن والدي النبي صلى الله عليه وآله كانوا من عباد الأوثان. تفضل. تفضل تفضل أستاذ إيهاب، أستاذ إيهاب أرجوك أن تهذب الألفاظ لطفا، تفضل. يا أخي والله العظيم حرام عليكم، حرام عليكم. يعني أنا أدري الموضوع ما، أنا أدري النار، النار الآن جواكم، لأنه عرفنا الناس من أنتم. يا طيب حرام عليك، دافع دافع عن النبي، دافع عن والد النبي، دافع عن الأزهر، الأزهر، هذا الأزهر يا رجل، الأزهر، احنا مع الأزهر. خلصت، تفضل، خلصت خطبتك، حياك الله، تفضل، خلصت الخطبة، ادخل انا بقى ولا ايه؟ بالخدمة، تفضل. الحمد لله رب العالمين، يا رب تسيبني ما تطيحش. تفضل. اولا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال سوسل، انا النبي ولا كذب، انا ابن عبد المطلب، ده مش على وجه الفخر، ده على وجه التاكيد ان انا من نسب عبد المطلب.
مش على وجه الفخر انه بيفتخر بنسب عبد المطلب. ما تضحكش لو سمعت عشان ما سمعش كلام يزعلك. ده رقم واحد. رقم اتنين، الاخ اللي بيتكلم على اهل الفترة، هو عارف يعني اهل الفترة اصلا؟ هو عارف يعني اهل الفترة؟ طيب بس لحظة، هو النبي قال لك انا، انت الان تقول ما تضحكش، النبي قال لك انه انا قلت هذا الكلام لانه اريد ان اؤكد نسبي؟ ليش النبي كان مطعون بنسب؟ لحظة هدوء، خلي اسئلك، اي هذه فخر، هذه صيغة العرب. عندما انا اقول مثلا الان انا ابن حاتم الطائي، لماذا؟ لان حات، اسمع، عندما يا اخي اعطيني مجال، يا اخي اعطيني مجال، الله يرحم والديك. عندما اقول انا ابن علي، عندما اقول انا ابن علي ابن ابي طالب، ماذا يفهم الناس؟ يفهم الناس انني نسبك لعلي ابن ابي طالب. لا لا يا ابن، يا لو سمحت لي هناك، انا سمح لي الان فقط كلمه واحده في نفس البخاري، اذا صح التعبير، ترفع نزاع القوم. هي كلمه في البخاري نفسه تنزع نزاع القوم، ترفع نزاع القوم. ما هي؟ دقق معي. أن النبي صلى الله عليه وآله، الأخ العزيز يقول في المقام بأن النبي صلى الله عليه وآله كان بصدد إثبات نسبه للافتخار به. جيد، عندنا دعوين الآن. سوف أجيبك عزيزي، أمت حبيبي مولانا، سوف أجيبك بكلمة فقط، أرد عليك في هذه الجزئية ثم الكلام لك. الأخ العزيز في المقام يقول بأن إن شاء الله شبعان به عزيزي، أنت فقط أجيبك بكلمة واحدة ثم أنت لا استناني، لو تركتني أجيب لانتهى الموضوع حسن، لو تركتني أجيب لانتهى الموضوع. يا حبيبنا الآن أنت رجل من أهل العلم، أريدك دائما معانا، الله يبارك فيك، خلي يتكلم الشيخ وانت تفضل. ثانية واحدة، أنت عزيزي، أنت تقدمت بدعوة فقط يا حبيبي يا مولانا يا عزيزي. أي. يا عم تقدم، يا عم خليك، انت تقدمت بدعوة، مش انت علقت جيتين وهرجع لك ان شاء الله بالخير. ما عندنا مشكلة، فقط انت، عفوا مولانا، انت تقدمت بدعوة، ودعوة دعوة دعوة لعلنا ننتفع منها. عزيزي انت تقدمت بدعوة لعلنا، جاوبني انت، لماذا تقاطع؟ بس الثلاث، لماذا تقدم؟ لان انت قاطعتني، انت ما انا ما قاطعتك، انا بصدد الاجابه على اشكالك. تقول بان ما قاله النبي صلى الله عليه واله كان بصدد بيان النسب للافتخار. جيد جدا، سوف اجيبك من البخاري. لو انك صبرت والله هذا الوقت، لا اله الا الله، جاوب انا هديلك فرصتك، جاوب. شكرا، جاوب، يقول جاوب، هو اعطانا الفرصه، الحمد جيد لله، جيد جدا، الحمد لله. احبتي شكرا عزيزي، انت انظر ماذا يقول في البخاري نفسه، دقق معي. يقول من البراء بن عازب رضوان الله عليه، قال فانكشفوا فاقبل القوم على رسول الله صلى الله عليه واله وابو سفيان ابن الحارث ابن عمه يقود بغلته، فنزل ودعا واستنصر. استنصر سنت الاستنصار في المقام إثبات نسب عن فخر. استنصر الاستنصار. يا رجل هل أنت من العرب؟ الاستنصار اسمح لي الاستنصار للفخر أم لإثبات النسبي؟ ها، الاستنصار لماذا؟ حياك الله سيدنا، الآن دورك، حياك الله سيدنا. السلام الله، السلام عليكم سيدنا الحبيب، حياكم الله. تفضل أستاذ أبو عاصم، تفضل شيخ أبو عاصم. حلو أوي، الشيخ ليس معي؟ إن شاء الله أخونا عمرو. الشيخ معاك. خليه يرد عليه لو سمحت. لا خليه. لا لا أنت ترد، أنت قلت تعطوني مجال أرد. سألناك سؤال، هل النبي في تلك الفترة من فترة طعنوا بنسبه فهو رد عليهم نتيجة الطعن؟ وين الدليل؟ تفضل. الرسول اتكلم ليه يا استاذ وعد؟ الرسول اتكلم بعد ما يشيع عنه انه هو قتل. قال انا النبي ولا كذب، انا ابن عبد المطلب، يعني انا موجود في وسطكم لما اقتل. ايش دخل هذا النسب؟ اهو شوف انت، انا بتكلم وانت بتتكلم، الناس مش هتسمعنا اصلا، وده هدفك اللي انت ما تخليش الناس تسمع. لا انت مش عاوز الناس تسمع المخالف ليه. تفضل
اسالك انت سؤال يا سعد ولا الشيخ اللي جنبك اللي يجاوب؟ انت تسالني يعني ولما اتكلم. طيب الان اهل الفتره هي الفتره الفتره التي لم يصدح بها النبي صلى الله عليه واله اللي سبقت النبي صلى الله عليه واله وتكون فتره بين نبيين يسموها فتره يعني مده يعني. اسمع خلي اكمل ده مو سالتني كمل بقى كده ايه فهي تكون مده بين نبيين يسموهم اهل الفتره هؤلاء تعرض عليهم الشريعه كما يقولون تعرض عليهم الشريعه فإن أجابوا فالله تبارك وتعالى برحمته يدخلهم الجنة. أنا ما سألتك في القيامة هي الآن شتريد يلا شتريد الآن شتريد إيه جاوبتك شتريد لا استناني لا أنت ما جاوبت أهل الفترة الوعد اللي هم بالنبي ولم تصل لهم رسالة النبي اللي قبله أنا إيش قلت أنت قلت بالنبيين وسكت أنا بقولك لم تصل إليهم رسالة النبي اللي قبله لا كده اسمع هدوء الان خلي اناقشك في هذا انت بتقاطع اهو غير اناقشك في قلت كلمه هذه هي محاضره انت لما بتتكلم ما بتحبش حد يقطعك لا اله الا الله اتفضل انت اهل قريش اللي كانوا موجودين والرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيهم موحدين ولا ما كانش فيهم موحدين قل لي يا لا ايه هو استجواب اخواني ايوه لو استجواب اخواني ما تعرفش كان فيهم موحدين وصلهم التوحيد منين وصلهم التوحيد في اثار رساله ولا ما كانش فيه نعم في اثار رساله لانه يبقى دول مش اهل فتره يا استاذ وعد لا مش زين لحظه أيوة. تقبل أيوة. تقبل اسمع وارجع ثاني لا تقبل انه هؤلاء ليسوا باهل فتره سؤال قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله هل والدي النبي كانوا من هؤلاء أو لم يكونوا الشيخ ألزمك بإلزام يلزمك من أهل مين؟ من أهل الفترة ولا من أهل قريش؟ لا من أهل التوحيد اللي تفضلت اللي أنت قلت عنهم هل هؤلاء من هؤلاء ما كانوا من أهل التوحيد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش قال أبي وأباك في الله أحسنت لحظة أولا إحنا لا كرامة للنبي اتفضل لحظة اولا نحن لا نؤمن بهذا الحديث هذا الحديث عندكم وش معنى خدت قول الازهر بقى ان الازهر عجبك وانت بتؤمن بقول الازهر يعني انت تقول لي انت لما قلت كلام مضحك ضحكت الان انا ما قلت كلام انا هريحك ولك وارجع لحظة اولا الازهر يعلم أن الحديث موجود في صحيح مسلم يعلم أنه موجود في الصحيح إذا الأزهر مؤمن بصحة هذا الحديث يا ناس هي ما يحتاج لها كثير عناء الأزهر أكبر مؤسسة دينية سنية إذا كلام الأخ النبي قال يقينا في الصحيح أن أبي وأباك في النار شلون الأزهر يقول والذي عليه المحققون من المذاهب الإسلامية بنجاة والدي النبي الآن مين اللي يضحك أنا ولا أنت المفروض أنا والأزهر نضحك عليك وعلى اللي نقل هذا الحديث ليش لأن أنا مع السنة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله فأنت عندما تقرر علي تقول لأن النبي قال أن أبي وأباك في النار هذا كتابك أبناء جلدتك لم يقبلوا به شلون أنا الشيعة لبسه لك يا ناس يا عالم الأزهر لم يقبل هذا الحديث ويريد الشيعي يلتزم بهذا الحديث إيش أنه والد النبي والدة النبي بالنار ليش لأنهما مشركين نجسين فإما تقول بنجاسة والدي النبي وإنما أنت جاحد للسنة منكر للسنة مزندق وإلى إيه هو هذا دين طب مولانا اسمح لي بالله عليك مولانا أبو علي خادمكم فضل أبو علي يزيد فضل ممكن بعد إن شاء الله أستاذ عمر هدوء وبساطة بكل هدوء وبساطة يا وعد حبيبنا أسمعك بس انت قفلت علي ليه بالعكس صوتك موجود انا مش بتكلم انا وانت
انا مش بتكلم انا وانت يا بنت غير الناس دي تتداخل يا حبيبنا. لا يا حبيبي انا لما اخلص الاول مداخلتي. معلش يا استاذ ايهاب، ولا انت اتزنقت ولا انت اتزنقت قلت اخلع منه؟ كرامه لابن بلدك، كرامه لابن بلدك، ابن بلدك يا حبيبي. انا اخلص مكالمتي، ماليش دعوه بابن بلدي، انا اخلص مداخلتي. طيب لو اتزنقت يا استاذ وعد قول لي اتزنقت وهطلع. بسيطه استاذ حاج جواد، الله يرضى عليك يا استاذ. اذا انا الزنات ولا اكمل لا 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 ابقى، اذا انا الزنات فالازهر الزنات معي. هل الازهر الزنات؟ لا 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 ما دخلش الدنيا ببعضها. لا 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 انا اسمع، انا على راي الازهر. شوف اخواني والله العظيم هذه رساله لكل الاخوه الشيعة، ترى هؤلاء لا يمثلون السنه، والله العظيم اهل السنه المدافعين، أنا أحدد المدافعين عن النبي وأهل البيت مظلومون من قبل هؤلاء. شوف الأزهر الآن سرق، هذا الرجل سرق الأزهر كله، سرق الأزهر. أقول له أنا عقيدتي يأيد الأزهر، والأزهر يضرب كتابك. يعني إخواني هو أخاط ثوبا بيت بيت لا يقبلون هذا الثوب، ويريدني أنا ألبسه. يصير هذا هو هذا ظلم ولا انصاف؟ والله سؤال واحد بس حاج جواد، والله ما اريد اكثر من 30 ثانيه. سؤال واحد يا جماعه الخير، الاستاذ ايهاب وكل من يتفق يقولون بان ابوي النبي ليسوا من اهل التوحيد وليسوا من اهل الفطره او الفطره وكانوا من المشركين. طيب انا هتفق معك جدلا يا استاذ ايهاب وكل من هو يقول بقولك. سؤال بسيط، حينما تزوج أبواي النبي تزوج على الشريعة التي يرتضيها الله عز وجل، أم أنهم لم يتزوجوا على شريعة فيكون النبي أحسنت. ابن سفاح؟ أحسنت أحسنت. سؤالنا لك، أنا راح ألزمه إلزام أكثر من هذا، والله أنتم ما تعرفون ماذا سيخرج مني. أتحداه أن يجيب عن هذا الإلزام المدمر. الإلزام هو الآن، هل النبي صلى الله عليه وآله، هل النبي صلى الله عليه وآله كان من أهل الفترة أم من الموحدين الذين آمنوا بالرسل الذي برسالة النبي الذي قبله؟ تفضل. خلصت يا عم القنبلة؟ يلا خلصت. أتكلم؟ تكلم حبيبنا. بالنسبة للي داخل بيقول من أهل بلدك ده وبيقول الرسول من سفاح ولا مش من سفاح، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هو نطفه الرسول صلى الله عليه وسلم لم تاتي من سفاح، كلها زواج. والزواج في الجاهليه ما كانش زواج على الشريعه، كان عندهم زواج وعندهم سفاح وعندهم بغاء. فخليه يرجع للحديث وخليه يقرا وبعدين الحديث يتكلم. امامي الحديث امامي، اقراه خادم، انا جاهز، انا بتكلم جاهز عشان ابين ان انت لا 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 إيه يلا بتقول ايه انت اسمك ايه الاول عشان اعرف ارد عليك؟ يلا اسمك ايه؟ اسمي ابو علي. ابو علي ابو علي قول يا ابو علي. ابو علي لو سمعتني يلا. ايوه سمعتك يا حبيبي، اتفضل قول. من سفاح الجاهليه شيء، وما ولدني الا نكاحك نكاح الاسلام، فمن اين جاء ابوي الرسول بنكاح الاسلام؟ كمل الزامي. فمن اين جاء ابوي الرسول طيب الله يرضى عليك بس يعني بهدوء كده، فمن اين جاء ابوي النبي بنكاح الاسلام كما يذكر الهيثم المصري في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الجزء الثامن صفحه 214 ورواه الطبراني ايضا ورجاله ثقات؟ سؤال هنا، من أين جاء أبوي النبي الذي زعمتم أنهم غير موحدين بنكاح الإسلام؟ تفضل قل لي من أين جاء. هذا السؤال الطريق البسيط. بس لحظة خلي الشيخ، عندك تعليق شيخنا؟ يا عم أرد عليك يا أبو علي بقى إذا سمحت لي. طبعا أولا أنا أحيي سماحة السيد العزيز في المقام، الله يحفظكم شيخنا العزيز الفاضل، أتمنى أن يكون بخير وعافية. الله ثانيا الله. هذا الموضوع واقعا موضوع متشعب، لكن فقط أجيبه بهذا الجواب، وهو أولا هو من هو الراوي لهذا الحديث أحبتي؟ إذا جينا إلى راوي الحديث في المقام، هذا أبي وأباك في النار هو حماد بن سلمة، وهذا الحديث وهذا الراوي حماد بن سلمة لم يخرج له البخاري ولا حديثا واحدا. لاحظ اللطيف، حماد بن سلمة
الراوي للحديث في المقام والذي أخرجه مسلم لم يروي له البخاري ولا حديث واحد، وهذا طعن في حماد بن سلمة. هذا هو واحد. اثنين، مولانا دقق معي، ثانيا عندما تأتي إلى من؟ إلى أبو حاتم في الجرح والتعديل في المجلد التاسع صفحة 66، قال حماد سيء الحفظ في المقام، ونفسه قاله زريعي في نصب الراية المجلد الأول صفحة 285، قال لما طعن في السن ساء حفظه في الإحتياط لا يحتاج فيما خالف الثقات. جيد جدا. إذن أنت تأخذ عن رجل طعن في النبي صلى الله عليه وآله؟ أهل الجرح والتعديل متفقين على أنه لا يحتج به، لا يحتج به يا رجل، والبخاري نفسه لم يحتج به. دقيق، دقيقة فقط، فقط أكمل عزيزي، فقط أكمل مداخلتي ثم لك. هذا أولا. ثانيا أنت قلت في المقام بأن النبي صلى الله عليه وآله كان بصدد إثبات النسب، ومن طعن في نسبه في الحرب لم يطعن أحد في نسبه، وإنما عزيزي أولا، وعندما نرجع، دقيقة فقط، عندما نرجع أحبتي إلى، إذا صح التعبير، إلى مساحة الحروف في تلك الفترة، أنهم كانوا يفتخرون بمن له، إذا صح التعبير، له شأن عظيم. فالنبي كان يستنصر، تعرف معنا كلمة يستنصر في نفس البخاري؟ كلمة يستنصر، فكلمة يستنصر بمعنى ماذا؟ بيان مساحة الفخر، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا نسبه نصرة، نسبه أحسنت لله يدرك يا شيخ، يعني نسبه نصرة. الله أكبر، الله أكبر. فقط دكتور، عفوا حاج فقط حاج، لحظة أخواني، ليش أذاكم الطرح؟ أذاكم، لحظة خليك كمل يا أخواني، خليك كمل فقط ثانيتين ثم لكم الوقت. ثالثا مسألة جدا مهمة حاج، وهي أنه المفروض بأنه كل الآيات الكريمة في القرآن الكريم، كل الآيات تقول بأن أهل الفترة هؤلاء إنما يكونون في النار إذا ثبت كونهم كفار مع وجود الدعوة إليهم. الله أكبر، دقيق، يعني مو فقط أنهم كفار وخلاص، لا، كفار مع وجود دعوة. دقيقة عزيزي، كفار مع وجود دعوة، مع وجود دعوة. أنا أسألك في المقام، أسألك أنت تقول كورقة ابن نوفل على سبيل المثال، أو من كانوا هؤلاء، لو أن النبي صلى الله عليه وآله، الذين هم كانوا في هذه الفترة، لو أن النبي صلى الله عليه وآله ظهر ثم لم يؤمنوا به، كانوا من أهل الجنة أم من أهل النار؟ أجبني. يلا تفضل الآن، جزاك الله خير الجزاء السيد الحلو، الله يبارك فيك على التبرع، وكذلك الأخ عباس رحمة الله على والديكم. تفضل أخونا محمود الحبيب، لأن أريد الشيخ حسام والشيخ أبو أديب أقدم. أنا بس الله يكرمك، أنت كان لي دور عشان الوقت، الله يبارك فيك. إن شاء الله أستاذ عمر، بس خلي تفضل أخونا أبو عاصم، وبعدين الدور الأخ عمرو والأخوة. الأخ أبو علي، الأخ أبو علي معك؟ معانا، كلهم معانا، وأنت معانا. تمام أوي، خليه يقرأ الحديث ثاني كده. نكاح كنكاح الإسلام، لو هو بيعرف عربي الكاف دي كاف التشبيه، يعني نكاح كنكاح الإسلام، يعني في إعلان، في إشهار، في شهود على النكاح، لكن ما كانش نكاح على الإسلام ولا ما كانش نكاح أصلا. ثواني كاف التشبيه تعني التطابق أم لا؟ بما أنك تريد التحدث باللغة العربية، كاف التشبيه تعني التطابق أم لا؟ التناسل أم لا؟ التطابقية غالي، التطابقية مع إيه؟ يعني أنا لما أقول يعني التناسل في الكيفية، واحدة بس عشان تسمع سؤالي، واحدة بس إيهاب عشان تسمع سؤالي، كاف التشبيه تعني التناسل في الكيفية نعم أم لا؟ خلصت كده؟ كاف التشبيه، أنا سؤالي واضح، وأعيد عليك مرة ثانية، كاف التشبيه تعني سؤال بنعم أم بلا يا إيهاب، أنت من أحلتنا إلى اللغة العربية، كاف التشبيه تعني التناسل في الكيفية نعم أم لا؟ كاف التشبيه تعني التماثل في الكيفية نعم أم لا؟ والله أنا لما أقول لك أحلنا للغة العربية ويتهرب منها الآن، أحلنا للغة العربية ويتهرب منها الآن يا أستاذ إيهاب، كاف التشبيه تعني التماثل في الكيفية أم لا؟ أجب يا ابني، افهم افهم، أنا لما أجي أقول لك أنت كالكلب في الأمانة، كده في تماثل بينك وبين الكلب؟ رب في تماثل ولا تماثل في الصفة؟ هذا في أحد الأخوة عنده صوت أخوان. ألو، بس لحظة. ألو.
حاج عفوا لا يوجد عندي صوت هنا. نعم العفو العفو. نعم. الان الان نعم طيب الان انا تكلمت اولا من العيب انه تقول للاخ المكرم ابو علي انه انت افهم انت تشابه الكلب في الامانه. قلت لك هل هنالك مطابقه؟ لا. لماذا؟ لان هنالك قيد قيد وجه التشابه بكلمه الامانه. وانا اقول لك هذه كمن يقول لك انك افهم من اعز الله المشاهدين افهم من الحمار، انت اخونا افهم من الحمار، فهل هنالك مطابقه بينك وبين الحمار في الفهم؟ الجواب لا. احترم نفسك عندما تريد ان تضرب مثال على المستبصرين حتى تعامل معامله ان شاء الله تليق. هذا المثال اللي اضرب مثال اخر، اما تشبه الناس هذا الكلام. انا احلته لمثال ينهي الاشكال. سالته هو من احالنا للغه العربيه مولانا، فسالته سؤال هل الكاف التشبيه او هل التشبيه في اللغه العربيه، هل هنا كاف التشبيه كنكاح الاسلام تفيد التماثل في الكيفيه؟ جاوب يا استاذ ايهاب يا محترم. يا سعاده الباشا انت جاوبت اصلا. انا بقول لك كنكاح الاسلام ده تشبيه، التشبيه يعني كان في اسلام، كنكاح الاسلام يعني كان في اسلام. هل يعني قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كان في اسلام؟ انا بسالك في الكيفيه والله ما يعرف يجاوب. سبحانك ربي. طيب تفضل اخونا ابو اديب تفضل، او اخونا محمود ولا الاخ. السلام عليكم. عليكم السلام. والاخ عمرو اردقدمه تفضل. اخ محمود